سيد الرئيس، في الفترة الرئاسة متاعك من الحاجات اللي شجعت عليهم وشجعت على الفلاحة وعلى الموارد وخططت على الموارد المائية، لكن في نفس الوقت اللي انت قاعد كنت تخدم في النسق هذايا فما مجموعة من العائلات في تونس تسعى إلى تدمير الاقتصاد الذي شيء باش يربحوا هما فرنك زايد. شوف، هنا ثم زوز مواضيع، ثم الموضوع نتاع يعني الفلاحه وهالموضوع نتاع العائلات. خلينا نبداو في موضوع الفلاحه. شوف، انا نذكر في اول اجتماع نتاع المجلس الامن القومي، تاع المجلس الامن القومي فيه رئيس الحكومه والبرلمان، وفيه خاصه الامنيين، كبار الامنيين وكبار قاده الجيش، خمسه قيادات نتاع الجيش. فقلت انا يعني اهم مشكله الان نحب نطرحها هي قضيه البذور. فالناس بهتت، قعدت يعني مفروض انه احنا وقتها داخلين في الارهاب وما الارهاب وكذا. انا قلت لا، اهم قضيه بالنسبه لي قضيه البذور. علاش البذور وقتها؟ لانه اكتشفت اللي احنا يعني تابعين لهالبذور اللعينه للاجانب، ما عادش نجمو يعني غدوه لو كان مثلا تصير مصيبه، تصير حرب وكذا كذا، ما عندناش باش نزرعوا اذر، لانه البذور الاصليه بتاعنا كلها مشات. قلت انا هذه قضيه استراتيجيه ويجب تتحل. وقتها ما نحكيلكش عاد تكهفكيك وتضحك وكذا وكذا، ونفس الشيء على البحر، الماء نفس الشيء منذ البدايه. انا اذكر اللي هذا اللي كان عندي في القصر اللي كان لاهي بالدراسات الاستراتيجيه، جاني قال لي باش نعملوا دراسات على الارهاب. قلت له انا ارهاب طيش عليها؟ قعد بهت، قلت له ارهاب وقتها فعلا قضيه ارهاب؟ قلت له شو الارهاب؟ ساني بي فينومين. انا اللي يهمني هو الماء، لانه تونس باش تعطش، فما 12 مليون تونسي باش مهددين بالعطش في 2030. شيء يهمني فيها ارهاب؟ تو تهاو به البوليسيه ولا حد. انا بالنسبه لي مهمتي الاساسيه هي حمايه 12 مليون تونسي من العطش، لاني كنت اعرف، انا نقرا، انا انسان اقرا التقارير، يعني انا لا اقرا في الفنجان، انا اقرا تقارير تصدر من الهيئات الامم المتحده، ونتبع مليح في قضيه القمح مثلا. كنت عارف اللي القمح، والله وقتها نتذكر قلت له مره انا باش نجوع، لانه القمح باش يغلى ما عادش باش نجموا نشريوا القمح. وقت قبل الحرب نتاع اوكرانيا، لانه القمح وقتها كان طالع 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 بكيفيه كبيره، واحنا ما نجمش نشوف القمح، حيث في وقت من الاوقات احنا ما عادش ننتجوا البترول باش نجموا نشريوا القمح. في وقت من الاوقات كنت نعرف اللي الناس ما عادش باش نجموا نشريوا القمح. بالتالي كانت قضيه مركزيه بالنسبه لي، الماء، البذور، القمح كذا. البهايم هذا ما يقول لك واحد يكحكح، واحد قال لي انا اعملوا على حكايه البحر، قال لي انا اعمل قصور الدلاع، وزاره قصور الدلاع، والاخر نعمل وزاره ترانزات. ما عندكش فكره على الكميه نتاع البهامه اللي واجهتها في حياتي، ومن جملتها القضايا هذه. يا ناس راكم باش تعطشوا، يا ناس راكم بالجوع، يا راه واحد شاد لي في العشريه السوداء، والاخر شاد لي في النهضه، والاخر شاد لي كذا، شيء يمقت. لكن على كل حال ان شاء الله بشويه بشويه، انا قاعد نشوف توا، تعرف هالناس هذوما كيك اللي تحكي له نكته، تحكي له نكته توا يضحك بعد عام، خلي مخه يدور ساعة ماكينة تدور، بعد عام يقوم يضحك، يستوعب يقوم يضحك. تو هذا مش البشر، هذا محبة مع 10 سنين ماكينة باش يفيق يقول لي ثم مشكلة اسمها البذور، ثم مشكلة اسمها البحر، وثم مشكلة اسمها الماء. يعطيك سخطة، ضيعت لنا 10 سنين 10 سنين ضيعت لنا. لكن هذا الغالب عندك ان الناس هذا جزء من البهامه، وجزء من عدم الثقافه، وجزء زاده من كيفاش مدام المرزوقي قال هذا يسمى ندق بوه. يا ودي انسى المرزوقي، راني تونسي كيفك، راهي بلادنا، راهو امك واختك واولادك اللي غدوا ما يلقاوش خبز، انا مرزوقي نتاعك وانا ناضي. اطلع شويه، ارتفع شويه، فكر بعقل اخر. فكر بعقل اخر، شكون اللي فكر لك بعقل اخر؟ على كل حال رغم كل شيء انا هاني قاعد نشوف بكل سرور انه شيئا فشيئا شيئا بشويه بشويه الكلام اللي قاعد اقول فيه وردد فيه ونعمل فيه يدخل العقول وقاعد يتوسع. بالعكس ولا قال لك هم صح اصحاب الافكار. يا ودي خذوها الافكار وقولوا افكاركم، قولوا انتم اللي جبتوها طبقوها في ساعه في ساعه في ساعه. راي البلاد راي ما عادش نجموا نصبروا، راي الناس ما عندهاش فايقه بالخطر نتاع العطش. والله ورب الكعبه يا تو الناس كلها تشمر سواعدها على قضيه الماء، ويا بابا الله نلحقوا، يا بابا الله نلحقوا. كيف البذور، كيف حكايه البحر، حكايه البحر الناس ما تقراش تقارير، تعرف الناس ما تقراش تقارير العلميه. هذيك العاصمه نتاعنا هذيك تونس من هنا ل 2050
يقول لي انا ايش يهمني فيها 2050 طز، انا 2050 نكون عظامي سوسه. لكن انا راضي افكر تعرف يا عمر. في شعبي تونس، باب بحر، تعرف هيك باب بحر كانوا يسموه باب بحر، علاش؟ لانه البحر كان يوقف غادي، البحر باش يوصل باب بحر. هذا الناس ما تحبش تفهمه، باب بحر، البحر هذيك كشارع الحبيب بورقيبه كله هذاك باش تغطى بالماء. يا بشر تفيقوا على رواحكم. وحتى مدينة المنستير مهددة بالانجراف. المنستير المنستير كل مدننا الساحلية مهددة، في عوض الناس تقعد وتخطط وتعمل. وربما يلزمنا نفكر حتى في بناء عاصمة. أنا فكرت كنت نظرا لأنه نعرف بعد 50 سنة هذيك تونس والمدن الساحلية كلها ربما باش تغرق، أنه يلزمنا نرجع للداخل، يلزمنا على الأقل نمنع البناء على الشواطئ، يلزمنا نفكر في عاصمة داخل الأرض إلى آخره. شكون اللي يفكر لك؟ وشكون اللي يفهمك؟ وشكون اللي يسمعك؟ وشكون اللي يراه الشيء يمقت؟ لكن انا هاني نهار كل وانا نكرر ونعمل ونقبل. لعل وعسى نزرع فماشي ما تنبت في بعض العقول وفي القلوب. وعلى كل حال انا هذه مهمتي وساقوم بها الى اخر لحظه.